اليوم نحن قاعدين هون بهالجلسة ما حدا منا عم بيعد أنفاسه، ما حدا منا عم بيعد أنفاسه، يعني ما حدا عم بيقول هلأ شهيق زفير هلأ عم بتنف عم بياخد نفس هلأ عم طلع النفس، ما حدا عم نتنفس بشكل طبيعي، من لا نلتفت إليه، لا نحس بهذا الأمر. هذا من النعم العظيمة علينا. أمتين بيعرف الإنسان النعمة؟ بس يضيق نفسه، بس يطبق صدره يضيق نفسه. مرقت علينا سنتين كورونا، الناس فاتت بأنواع من الأمراض، صار يخدمون هذا يحط أكسجين، هذا يحطوا له النربيج يفوتوا له إياه برواياه. شو المشكلة؟ ما عم بيقدر يتنفس، نزل معه الأكسجين. هلأ صرنا بنعرف، صرنا منحس قد قيمة هالنعمة اللي ربنا أنعم بها علينا. عم نتنفس، عم نتنفس، عم نشوف، عم نسمع، عم نقدر نتكلم ونعبر عما عندنا من وجع وألم أو فرح وسرور، عم نقدر نتفاهم ونتخاطب ونقضي حوائجنا، عم نقدر نمسك بإيدنا ونرفع بإيدنا ونمشي على إجرنا، عم ناكل ونتذوق الطعام ما لذ منه وغيره. كل هذا من نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب إذا كان ربنا أنعم علينا بنعمة فشكرناه على النعمة انتفعنا. أول شيء خلينا نعرف شو معنى شكرناه على النعمة، يعني لم نستخدم هذه النعمة في المعصية. رزقنا صحة، استخدمنا صحتنا في الطاعة. رزقنا مال، استخدمنا مالنا فيما يرضي الله ولم نستخدمه فيما حرم الله وفيما يغضب الله. أعطانا قوة المشي فلم نمشي إلى الحرام ولم نبطش، يعني لم نمسك ولم نلمس الحرام، لم ننظر إلى الحرام ولم نأكل الحرام ولم نستمع إلى الحرام. هيك بنكون عم نشكر رب العالمين على نعمه. طيب شو الجزاء؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. نشكر الله على نعمه فيزيدنا الله. شو الزيادة؟ استمرار النعمة ونيل الأجر، أو نيل الأجر، أو تستمر النعمة ولك أجر الشكر، أو لك أجر الشكر ولو انقطعت هذه النعمة. يعني قد يكون إنسان عنده مال وينقطع، لكن هو لما رزقه الله المال أنفقه في طاعة الله. لو تغير حاله بعد ذلك، هو لما أنفق المال في طاعة الله الله تعالى زاده من نعمه بشوب الأجر والثواب ورفعة الدرجات عنده. فإن زاده من المال بسطه وزاده شكر بيكون هذا زيادة، وإن أعطاه الأجر ورفع الدرجات لو انقطعت زيادة المال كمان هذه زيادة. ولئن شكرتم لأزيدنكم، هذا منفعة الشكر. وأما الصبر يا أحبابنا كمان، إذا ابتلانا الله تعالى ببلاء ألم فقد عزيز، نقص في المال، نقص في الأنفس، إيذاء ظلم، حبس ظلم، إيذاء من الناس، كلام مؤذي، جرح ظلما، انتهكت عرضه ظلما، كل هذا وأنواع من البلاء، حتى الحزن، حتى الحزن يحزنه الواحد منا، هذا إن صبر يكون له أجر عند الله، ينتفع عند الله. شو يعني صبر؟ كمان مثل لما بنقول شكر، يعني التزم تقوى الله، يعني لم يعص الله بسبب البلاء، لم يترك واجبا ولم يرتكب محرما. الله سبحانه وتعالى ينفعه بصبره على هذا البلاء. شو النفع؟ قال إذا كان عليه وزر، كان عليه ذنوب، الله تعالى يمحو عنه ذنوبه، بكفر الذنوب بهذا البلاء الذي أصابه. مثل الواحد حتى نقربها للذهن، الواحد منا ظهر إلى العمل بالغبرة بالوحل بالشغل، تغبر وتوسخ وتوحل وصابه الشحم وصابه الشحبار، شو بيروح بيعمل؟ يدخل إلى المغتسل فيغتسل بالماء الساخن، بيخرج مع الماء كل هذه الأوساخ. ما هيك؟ شو عمل؟ تنظف من الأوساخ بالماء. كذلك إذا ابتلانا الله تعالى وكنا من أهل الذنوب وصبرنا، محيت عنا الذنوب بهذا البلاء، مثل النار اللي بتدخل عليها الحديد
فبهذه النار يذهب خبث الحديد، بيرجع الحديد صافي. كذلك هذا البلاء الذي يصيب المؤمن ويصبر، يرزقه الله الصبر فيصبر، يكون كفارة لذنوبه. إن من عباد الله عباد يبتليهم الله تعالى بالبلاء يصب عليهم صبا ويرزقهم الصبر، حتى يمشي الواحد منهم على وجه الأرض ليس عليه ذنب، أو يخرجه من هذه الدنيا وليس عليه ذنب إلا وقد محي. من رحمة رب العباد بعباده المؤمنين أن من عاقبه في الدنيا على ذنب لا يعاقبه عليه مرة أخرى في الآخرة، وعذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة. هذا إذا كان عليه ذنوب، فإن لم يكن عليه ذنوب وابتلي وصبر، شو بيكون له؟ ما هو النفع؟ الارتقاء في الدرجات، الارتفاع في الدرجات عند الله والرتبة. لذلك كان الأنبياء أشد الناس بلاء، ما لأنه أكثر الناس ذنوبا، لا، الأنبياء معصومين عن الكفر، معصومين عن الكبائر، معصومين عن صغائر الخصة، متخلقين بالأخلاق الحسنة، مبرئين من الأخلاق الذميمة. طيب ليش شدت البلاء عليهم؟ ليرتقوا في الدرجات. وإن من عباد الله عباد يصب الله عليهم البلاء صبا فيرتقون في الدرجات عند الله، حتى يبلغوا عند الله رتبة عالية لم يبلغوها بكثرة صلاة ولا بكثرة ذكر ولا بكثرة صيام، إنما بلغوها بكثرة الصبر، بكثرة البلاء مع الصبر. يعني رزقهم الله تعالى الصبر على شدة البلاء الذي أصابه. بتلاقيه مثل الإنسان يلي نازل عليه البلاء، مثل الشلال اللي عم ينزل، مثل الشلال في نزوله، وهو صابر، وهو صابر. هذا من علامات الخير، هذا من علامات الخير. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أحبك. ماذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: انظر ماذا تقول. قال: إني أحبك. قال: انظر ماذا تقول. قال: إني أحبك. قال عليه الصلاة والسلام: إن البلاء، وفي رواية إن الفقر، أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. هذه المحبة الخالصة، محبة الأولياء، محبة الصالحين. يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. كلما ارتفع في الدرجات عند الله وتمكن في دينه، كلما جاءه البلاء ليرتقي أكثر، ليرتقي أكثر. بعض الناس شو بيظن أنه إذا صلى وصام خلص، يعني هو في منأى عن البلاء، أنه هذا لأنه هو يعني يصلي ويصوم ويأتمر بأمر الله أنه هو ما حيصيبه بلاء. لا، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. بيكون إنسان فاجر فاسق إلى آخره، ما بيصلي ما بيصوم، ثم يتوب بصير بيصلي وبيصوم وبيترك الفجور، وبيكون في حال صحة ورخاء ومال وجاه، فلما يتوب إلى الله يبتليه الله فيصاب، إما بنقص في المال وإما يصاب بصحته. فشو بيقول؟ وهو من جهله ظن أنه إذا صلى وصام أنه هو يعني ما بيصيبه بلاء، وأنه إذا تاب ما بيصيبه بلاء، فإذا به يبتلى فبيقوم بينفتن فيعترض على الله، يقول: أنا صليت لك وصمت لك، ليه عم تعمل فيي هيك؟ ما أنا عم صلي وصوم، ما كنت بنعمة ورخاء. لا، بيجي الشيطان بيقول له: ليك من وقت ما بلشت تصلي شوف كيف صرت، من وقت ما بلشت تصوم ليك كيف انقلب حالك، ليك كيف كنت بالأول وليك هلأ كيف صرت. وهو من جهله لا يدري أنه إذا ابتلي وصبر فهذا لخيره. شو علامة الخير؟ علامة الخير إذا ابتلاك الله في دنياك وسلم لك دينك، هذا من علامات الخير. مريض يشتد بك الألم،
لكن أنت في دينك متين، هذه من علامات الخير. أصابك فقر وشدة وضيق ولكنك في دينك مكين، هذه من علامات الخير. أصابك نقص في الأنفس وأنت تزداد طاعة لله وصبرا على ما ابتلاك الله به، هذا من علامات الخير. شو جزاء الصبر؟ جزاء الصبر الجنة. الله يجعلنا من الصابرين عند الشدة ومن الشاكرين عند النعمة. وانتوا يا أحبابنا بنرجع بنقول الله يجزيكم خير ويبارك فيكم، دايما جعلوا نصب أعينكم رضا الله عز وجل، جعلوا نصب أعينكم طلب رضا الله عز وجل. لكن يا أحبابنا، لو رضي الناس كلهم عليك والله عليك غاضب لا ينفعك رضا الناس، ولو سخط الناس كلهم عليك والله عليك راض لا يضرك سخط الناس. العبرة برضا الله عز وجل. ذلك اليوم يوم القيامة كل واحد منا يقول نفسي نفسي، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اعمل لذلك اليوم يا أحبابي، فلنعمل لذلك اليوم لنكون ذلك اليوم مسرورين بما نراه في صحائف أعمالنا من أعمال. إياك أن ترضي العبادة في هذه الدنيا وتندم على ذلك في الآخرة. اعمل ما يجعلك ذلك اليوم مسروراً لا نادماً.